تسمعوا شرط او سبورت الديفنس في مستهلك او مستهلك واتكلمنا عنه في تفصيل المره اللي فاتت كمان سهل جدا تمام. كومبوزيشن الضغط قلنا بلازما 55% مهم الرقم ده، ستيل 45% مهم الرقم ده، ستيل تشمل ايه؟ ريد بلاد سيل، وايت بلاد سيل، والارقام دي مهمه. عدد الخلايا، عدد الريد بلاد سيل فاكرين قلنا 4.5 مليون لحد ما نروح للرقم الاخير، وايت بلاد سيل 4000 11000 انا بعيد اهو، والبليتس 250000 يعني 250 ل 400. فقلنا نفرق الارقام دي مهمه، طبعا مهمه، مهمه عندي في الفسيولوجي ومهمه في الهيستولوجي ومهمه عشان تبقى دكتور صح كده؟ معقول لها هتبقى مش عارف عدد كرات الدم الحمراء كام؟ او عدد كرات الدم البيضاء كام؟ او الفلين دي كام؟ كل ده اتفقنا عليه المره اللي فاتت. وبلازما اتفقنا يلو الكومبوزيشن بتاعها، الارقام كلام فاضي مفيش حاجه، الارقام دي مش مهمه قوي. الوتر قد ايه؟ 90% ان اورجانيك واورجانيك وجاز. قلنا ايه اللي هندرسه في البلازما بقى؟ البلازما وبدانا نتكلم عنها المره اللي فاتت، بلاش اللي هي البلازما تركيزها كان البلازما بروتين، قلنا 7.2 جرام، 7.2 مش مكتوبه هي قدامك، 7.2.4. طب 7.2.4 فيها حاجه اكتر، المهم حاجه تبقى عارف انها كام؟ 7. يبقى البلازما بروتين 7 او 7 جرام بير ديسيلي. قلنا اي حاجه في البادي بتقاس بملي جرام او مايكرو جرام. الحاجات اللي هناخدها وندرسها نكون احنا ماشيين في الطب وفي الفسيولوجي في الطب على فكره، يعني مش في الفسيولوجي في الطب. اي حاجه بتقاس بالملي جرام اغلبيه الحاجات، ممكن مايكرو جرام، ممكن مش عارفه انترناشونال يونت. امال ايه اللي بيتقاس بالجرام؟ هم حاجتين اتنين، هم حاجتين اتنين بيتقاسوا بالجرام في البلاط وفي كل الجسم. هما ايه الحاجتين دول؟ نمرة واحد البلازما. الحاجة التانية لما نيجي ناخدها بعدين في المحاضرة، في المحاضرة الجاية أو اللي بعدها. قلنا إيه؟ الحاجة الوحيدة الحاجتين اللي بيتقاسوا بالجرام حاجتين، بلازما بروتين وحاجة تانية. ممكن أقولها لك دلوقتي اللي هي الهيموجلوبين يعني. معايا؟ بس خلينا في البلازما بروتين، هي البلازما بروتين كام؟ 7 جرام بير دي سي، 7 جرام بير دي سي، 7.2 لبير 4. بوينت دي سي ليتا، فاكرين الدي سي ليتا اللي قلتها المره اللي فاتت؟ 7 جرام بير دي سي ليتا لو انتوا فاكرين كلام المره اللي فاتت، قلت لك 7 جرام بير دي سي ليتا هكتبها على جنب كده عشان عايزه السبوره، 7 جرام بير دي سي ليتا هي نفسها 7 جرام بير مين؟ ملي ليتا. دي سي ليتا هي ال 100 ملي ليتا، صح كده؟ قلت لك دي سي ليتا هي دي. هي بيرسنت. انت ممكن تقرا في اي كتاب تاني. معايا تلاقيها مره 7 جرام بير سنت، 7 جرام بير 100 ملي ليتر، 7 جرام بير دي سي ليتر، اتفقنا ان دي هي دي هي مين؟ البلازما. كل ده قلناه المره دي. وقلنا انواع البلازما بروتين بقى قلناها في اخر المره اللي فاتت، اللي هي الالبومين، الجلوبولين، الفايبرينوجين، بروفروم. البومين، جلوبولين، فايبرينوجين، بروفروم. في كلمات ليها معنى بس مش دلوقتي هيجي لنا قدام. طيب الالبوم تركيزه كام بقى؟ في عز السبع خام الالبوم اعلى تركيز 3.5 ل 5 3.5 انا بتكلم بالعربي عشان 3.5 يعني 3.5 او 3.5 من 10 بقولها ايه؟ 3. اي نقطه هي 3.5 مش عايز 3 اي نقطه 3.5 يعني 3.5 ل 5 جرام بير ايه جرام بالديسي؟ 3.5 ل 5 جرام بالديسي اللي هو مين القلب؟ الجلوبولين 2.5 جرام بالديسي، الفايبرينوجين 4 من 10 جرام بالديسي. قلت لك الكلام ده المره اللي فاتت فاكر؟ البروترومب 1% اقل حاجه البروترومب 1% جرام بالديسي. يعني نقول الاغلبيه البيوين والاقليه ايه واللي بعديها الجلوبولين والفايبرينوجين والبروترومب حاجات صغيره ايه؟ الملوكله بتاعها مهم لسه طالب كان بيسالني مش مهم قوي بس على الاقل يعني تبقى عارف ان الجلوبولين ده اهو نمره 2 اعلى ملوكله يبقى الجلوبولين دوت ايه؟ اعلى ملوكله يبقى اقول تاني الالبيومين اعلى تركيز تركيز كونسنتريشن مش كونسنتريشن دي كلمه كونسنتريشن يعني تركيز كونسنتريشن يعني
فايبرينوجين هو 300 1000 من 3.5 الجرام دي 340 لا الفيبرين الفيبرين اه بتاع الفايبرينوجين ايوه اعلى اه بس يعني الجلوبولين ده هو المكتوب عندك في الكتاب بس في كتب تابعه ايه الجلوبولين ممكن يوصل لمليون على فكره هقول لك ليه لان في بعض انواع من الجلوبولين لسه هنتكلم عليها دلوقتي تمام ففي في منهم نسبه نوع منهم بيبقى الجلوبولين بتاعه عالي بس احنا اتفقنا ايه؟ انا بلتزم بالارقام اللي مكتوبه في كتب الفيسيولوجي لكن علميا يعني تمام ممكن تكون في حاجات مختلفه بس احنا بنلتزم باللي مكتوب في كتاب او تكست بوك المرجع بتاعك ايه؟ تمام؟ فالجلوبل الاه مكتوب في الكتب 90,000 ل 156,000 وتلاقي بقى مكمل جمله كده بس مش فاهمها لك وممكن يوصل لمليون مش هقعد ارقصك بارقام تمام؟ اعلى نسبة ويت اعلى نسبة ويت اللي قدامك الفايبرينجن تمام؟ لكن لا يمنع ان في نوع من الجلوبل بيعلى عن الفايبرينجن مهم الميوكلا ويت عندنا يا جماعه مش مهم عشان انا اتفقت معاك من الاول في ارقام مش مهمه مش هنقعد ندقق بقى احنا اهم حاجه عندنا التركيز عليها تمام الميوكلا ويت ماليش دعوه ناخده بقى في الباي اللي هتاخدوه البروشرومين طب اقول لك حتى عندك الارقام دي الاقل من 69,000 هو 70,000 يعني بالظبط تقريبا 70 69 70 ده 90,000 اللي هي 50,000 وروح بتعمل الجمله كده ممكن يوصل لمليون كده بقول لك اعلى تمام الفايبرينوجين 340,000 البروتون ب 68 اهتم بايه يا جماعه اوعى تنسى نفسك اهم حاجه الايه؟ الكونسنتريشن 3.5 ل 5 البيومين جلوبال 2.5 فايبرينوجين 4.10 بروتون ب 1.8 الجلوبال فيه انواع الجلوبال فيه انواع الفا وبيتا وجاما عشان سمعت كلمه الفا قبل كده؟ اه الفا وبيتا وجاما ايه بقى الفا وبيتا وجاما حتى الفا 1 والفا 2 بيتا 1 وبيتا 2 ما هو الجاما مش حاجه ايه بقى تالت الجلوبلين انواع الفا وبيتا وجاما الثلاث انواع اللي هو اللي كان اللي بقوله لك في انواع من الجلوبلين وبيختلفوا في ايه؟ في المولكيولار ويت بتاعهم صح؟ في التركيبه بتاعتهم هو لما التركيبه تختلف يبقى المولكيولار ويت كمان هيختلف الاستراكشر بتاعه تركب ازاي؟ يبقى النيوكلا رود اكيد بتاعه هيتقصر، هما مختلفين في الايه؟ في التركيبه بتاعتهم باختصار كده. بدل ما اقول جلوبلين نمره واحد واسميه باسم مثلا امينو اسيد موجود فيه او جلوبلين نمره اثنين وجلوبلين نمره ثلاثه هتلاقي عندنا كده في الفسيولوجي او في الطب هقول لك شويه قواعد جولد كده. شياكه بدا اقول جلوبلين نمره واحد او العالي والواطي والمتوسط ومش عارفه ايه راحوا ايه اتفقوا كده شياكه جلوبلين الفا جلوبلين وبيتا جلوبلين وجاما جلوبلين يبقى الفا وبيتا يبقى بدل ما اقول واحد واثنين وثلاثه هقول ايه؟ الفا وبيتا وجاما يبقى اسماء ايه؟ شيء تمثل التشريح وبعد ما عملوا قلبي من الفا سوري قصدي جلوبلين الفا وجلوبلين بيتا خلاص واتفقوا وده وزنه كذا وده وزنه كذا لقوا حاجه وزنها مشترك بين الاثنين يعني بين الالفا والبيتا فقالوا لا يبقى الفا طول طب واحده اعلى شويه لا تبقى بيتا دي. يعني قعدوا ايه يدرسوهم والاستراكشر بتاعهم واختلافاتهم في التركيب اللي انا مش عليا متركب ازاي معايا خلاص عشان كده سموا اختلافاتهم الفا وبيتا وجاما وبعد ما قالوا الفا يبقى الفا 1 والفا 2 عشان الاقي نوع جديد بيتا 1 وبيتا 2 وجاما 1 ده موضوع امال ايه موضوعنا يا جماعه؟ التركيز 7.2 ان القلب من اعلى تركيز 3.5 ان الجلوبلين 2.5 ان الفايبرينوجين 4.10 والبروتون من ايه؟ 1 سايت اوف فورميشن وبلازما بروتين. يعني ايه السايت؟ المكان. انا بترجم هو بالعربي عشان اللي قالوا لي هتترجم في الاول للمحاضرات كلمه كلمه كده. سايت اوف فورميشن يعني مكان تصنيعه تكوينه. فورميشن يعني بيتكونوا ازاي؟ بيتكونوا فين؟ يبقى سايت مكان تكوينه. يبقى سايت اوف فورميشن يعني ايه؟ مكان تكوينه. بيتكونوا فين؟ هقول لك على قاعده. قاعده في الطب برضه مش في الفسيولوجي طبعا هتنفعنا اي قاعده في الطب من ما هو الفسيولوجي جزء من الطب، كلية الطب صح؟ ايه القاعدة بقى؟ أي بروتين داخل بيتصنع فين؟ خلايا في الليفر. المصنع بتاع أي بروتين في الجسم الليفر. شوف بقى تقول أولى وثانية تاخد حاجات بروتينات. أنت مش واخد بالك إنها بروتين.
الكبد. تمام، يا الليفر بيتصنع فيه الايه؟ المصنع، واول حاجه الليفر بيتصنع فيها من كل البروتين، الالبومين تمام، والجلوبولين برضو في كميه كبيره من الجلوبولين، 50% من الجلوبولين بس انا مش كاتباها، هي اه سوري 50% من الجلوبولين والفايبرولوجين والبروتروبين، قصدي مش كاتبه البروتروبين، في حاجه واقعه من عينيا. يبقى الالبومين والبروتروبين والفايبرولوجين وكل البروتين بتتصنع فين؟ في كل البلازما بروتين بتتصنع في الالبومين، فايبرولوجين، بروتروبين، جلوبولين. كل الجلوبولين بيتصنع في الليفر؟ لا، جزء من الجلوبولين ما بيتصنعش في الليفر، امال بيتصنع فين؟ بيتصنع في جهاز المناعه. مين جهاز المناعه ده؟ اصل الجلوبولين مش احنا قايلين الفا وبيتا وجاما؟ فاكرين لسه قايل لك الفا وبيتا وجاما؟ الجلوبولين انواعه ايه؟ الفا وبيتا وجاما. جلوبولين الفا وبيتا وجاما. الفا وبيتا ضرب ايه؟ وجاما. الجاما جلوبولين بقى، الجاما جلوبولين دوت عباره عن انتي بودي. يعني ايه انتي بودي؟ يعني احنا مضاد، يعني جزء من ايه؟ من جهاز المناعه بتاعي، من الجيش اللي اتكلمنا عنه اللي لسه ليه محاضرات لوحدها برضه. فالجاما جلوبولين ديت 50% 50% من الجلوبولين بتصنع في الليفر، وال 50% من ال 30 من الجلوبولين اللي هم تقريبا اسمهم جاما جلوبولين هم الانتي بودي، هم الاجسام المضاده، بيتصنعوا في جهاز المناعه اللي هو مين؟ المكتوب عندك البلازما سيل اللي موجوده في الليمفويد تيشن. بلازما سيل، خلايا البلازما، فين البلازما سيل دي؟ موجوده في الليمفويد تيشن اللي هي الانسجه الليمفاويه بتاعت جهاز المناعه. خدتها في الهيستولوجي؟ ما اخدتهاش، هتاخدها معانا في البلاد في اخر البلاد خالص. الليمفويد تيشن فيها بلازما سيل، دي المصنع بتاع مين؟ الجاما ايه؟ جلوبولين. هي دي المصنع بتاع ايه؟ الجاما. تمام؟ خلاص؟ يبقى اتفقنا في قاعدة وهي إن الليفر هي المصنع بتاع ايه؟ البلازما. أنا مش فاهمة ليه؟ نرجع لها ورا. القلب من هو أعلى تركيز صح؟ اتفقنا هو القلب من 3.5 ل 5.5. في حاجات مش شبهها كده على فكره، شوف القلب من 3.5 ل 5.5 ده اعلى تركيز، هو اعلى، هو الريت بتاعه اعلى ريت في التصنيع. يعني ايه اعلى ريت؟ ريت يعني معدل، يعني هو بيصنع اكتر حاجه تقريبا كام؟ يعني تقريبا الريت تقريبا كام؟ يعني 200 ل 400 مللي جرام بالكيلو جرام بالريت. يبقى القلب من بيتصنع 200، الريت بتاع الريت هكتبها لك دلوقتي 200 ل 400 معدل تصنيعه اليومي. بس على فكره كلمه معدل في الطب برضه، معدل يعني ايه؟ دي علاقه بالوقت. بقول لك حاجات كلها تنفعنا هتجيلك في الفسيولوجي، بس تجيلي ساعتها بقى. الريت يعني ليه علاقه بالوقت؟ يعني بيتصنع في قد ايه وقت؟ يعني بيتصنع في اليوم قد ايه؟ بيتصنع 200 ل 400 مللي جرام بالكيلو جرام بالكيلو. يبقى معدل تصنيعه 200 ل 400 مللي جرام بالكيلو جرام بالكيلو. معدل تصنيعه يعني ايه؟ معدل تصنيعه يعني بيتصنع قد ايه في اليوم؟ في اليوم بيتصنع 200 ل 400 مللي جرام بالكيلو جرام. تفتكر في ايه عاليه ان هو يتصنع فيها القلب وهو اعلى حاجه اعلى تركيز؟ المعدل السريع ده في تصنيعه بيفيدني، بيفيدني في ايه؟ لما اخد بروتين البروتين يتعوض بسرعه، فلما اخد بروتين في مصنع هيصنع وهيصنع بسرعه صح كده؟ يبقى لما اخد بروتين في مصنع والمصنع ده بيشتغل على جريد سريع وبيسرع بسرعه اللي هو ايه؟ طب انا ممكن اخد بروتين؟ اه ممكن اخد بروتين. امتى افقد بروتين؟ يعني امتى الجسم يفقد بروتين؟ اسهل حاجتين او اشهر حاجتين او عليك حاجتين زي ما بيقول في حالات الحروق البيرن وحالات النيكروزس. هقول لك يعني ايه النيكروزس؟ حالات الحروق، ايه الحروق ديت؟ الحروق ديت حريق التيشو بتتكسر. معايا حريقه بقى، تمام؟ الخلايا بتتكسر، الممبرين بتاعها بيدوب. والتيشو نفسها يبقى جوه الخلايا متوصل على بره الخلايا على الجلد على بره كل ده بتتكسر.
يبقى ريلا ديزيز او كدني هيبقوا ايه؟ كدني ديزيز يعني كلى. ريلا ديزيز او كدني ديزيز يعني نكروزز. مرض مشهور. عليك طبعا هناخده بعدين ايه طبعا. يبقى نكروزز ده رينا فيلير او رينا ديزيز اللي عجبك. رينا فيلير يعني فشل كلى. او رينا ديزيز يعني مرض في الكلى. اي حاجه من الحاجات دي تخليني افقد ايه؟ بروتين. ليه افقد بروتين؟ هشرحها لك كمان شويه اهي في الخطوه اللي جايه في ايش ايش. نتكلم عنها واحنا بنتكلم عن الخطوه خلاص؟ اتفقنا نص على البروتين اوعى تنسى ايه؟ اي بروتين. نص على اي بروتين في الجسم. طب والبلازما بروتين؟ ما هي زيها زي البروتين. تبقى فين؟ الحته بقى اللي قلت لك عليها المره اللي فاتت هتكلم عن اي جي ريشيو. ده الطب بقى اي جي ريشيو. يعني ايه اي جي ريشيو؟ ايه يعني البومين. جي يعني جلوبين. العلاقه بين الالبومين والجلوبين. النسبه بين الالبومين والجلوبين. بسميها ايه؟ اي جي ريشيو. يعني ايه؟ لما احط الالبومين على الجلوبين يطلعوا كام؟ نسبه. نروح نمسح ده كده و حسب مجموعة صح؟ ده رياضة ملوش دعوة
كويس. لو الباص قال او المقام زاد الايه مش صح. طب انا بعمل الكلام ده ليه؟ بعمله اشخص بي دي سي امراض يعني. ايه ممكن يقلل الايه ريشيو؟ يعني يقلل القلب وين؟ ايه اللي يقلل القلب وين؟ حاجتين مشهورين لسه بكلمك عن حاجه منهم من شويه فاكرها؟ البير. برافو عليك. وقلنا لينا الجديد ده اسمها ايه؟ نفروز اللي مكتوب عنه. نفروز. نفروز. ايه اللي بيحصل في الرينا اللي بتيجي تخلي القلب من ايه؟ باختصار كده طبعا عشان تاخدها برضه السنه الجايه ان شاء الله. الجلد دي بتشتغل كمصفى صح كده؟ سمعت من حاجات زي كده اكيد في سنه المصفى بتصفي الحاجات مصفى كده ليها خروج معايا والحاجات الضاره الوحشه تنزل والحاجات المهمه تطلع في الجسم. طب الكلمه دي لو باظت يعني فيها ديزيز يبقى المصفى هتبوظ مش هتبقى كفاءه. ازاي المصفى تبوظ يا جماعه؟ خروم هتوسخ صح كده؟ هقول لك تاني الكلمه اهي فيها مصفى. عارفين المصفى اللي فيها خروم؟ طب الخروم بتاعت المصفى دي ممكن توسخ ده في حالات الديزيز. لو وزعت الخروم ايه اللي يحصل؟ تعدي بقى الحاجات اللي مش المفروض تعدي. هتعدي مين يا جماعه؟ القلب. يروح القلب من معدي من البصمه من الكدني اللي باظت ينزل في اليورين. فقدت قلبي يعني اليورين اللي هو البول. فقدت انا قلبي. فقدت ايه؟ القلب. يبقى الايه؟ الايجنشن صح كده؟ تعالى مثال تاني قلل القلب المفروض انت تفكر وتعرفه زي ايه؟ غير الرينا ديزيز نمره اتنين؟ ليفر ديزيز. طب الليفر ديزيز دي تقلل القلب منه؟ انتاج هي المصنع بتاع القلب صح؟ يبقى الليفر ديزيز يبقى المصنع باظ مش كفاءة مش هيصنع قلب يبقى مش هيصنع قلب يبقى القلب منه. يبقى الايه جريش اللي في حاجتين رينال ديزيز زي النفروزيس والليفر ديزيز. الليفر ديزيز يعني ايه؟ فشل مرض في الليفر في القلب. طب ايه ليفر ديزيز؟ حاجات كتير جدا. طب ايه اللي مكتوب عندك؟ قول الكلمتين اللي مكتوب عندك. ممكن حاجه اسمها ليفر سيروزس. سيروزس اهي سيروزس. ايه سيروزس دي؟ يعني تليف. تليف وحاجات تانية. تليف في الكبد. الكبد بقى فيها الياف مباظ يعني. طبعا مرض كبير هتاخده سنه ثالثه. بس نتعرف كده على يبقى ليفر سيروزس. ايه تاني ليفر كتير ياثر على الليفر؟ حاجه اسمها هيباتايتس. في الطب ايتس. ايتس يعني ايه؟ التهاب. برافو عليك. طب ما انتوا متقدمين اهو يعني انفلاميشن. فده بقى عارفين التهاب انا هقول لكم انفلاميشن اللي هو التهاب تمام؟ يبقى التهاب في الكبد هيباتايتس. التهاب في الكبد بيجي ايه؟ بالفيرال. اكتر حاجه الفيرال ايه؟ هيباتايتس. فيرال يبقى ايه؟ يبقى ليفر هيباتايتس والايه؟ والليفر سيروزس بعتها تاني ليفر سيروزس وليفر هيباتايتس او هيباتيتس هيباتايتس اي حاجه رينال ديزيز وليفر ديزيز كل دول يقلل القلب فالايجي ريشيو ايه؟ تاني فالايجي ريشيو تمام؟ اتفقنا مين تاني قال لي الايجي ريشيو؟ لو الجلوبلين زاد شايفين الجلوبلين في المقام ده زاد الايجي ريشيو ايه الجلوبولين ده؟ طب يزيد امتى يعني؟ لسه قايلها لك في اول المحاضره الجاما جلوبولين دوت مين؟ انتي بوديز. يبقى لما الجاما جلوبولين يزيد الايج ريشيو ايه؟ طب مين الجاما جلوبولين ده؟ الانتي بوديز. طب يزيد امتى الجاما جلوبولين الانتي بوديز؟ نفس القصه لو عندي انفلاميشن التهاب لو عندي ايه؟ انفكشن تلوث. عارفين الكلمتين دول؟ انفكشن او انفلاميشن، يا اما تلوث ميكروب يعني او ايه؟ تمام؟ يبقى الايجي ريشيو 1.2 وواحد كام؟ وستة من عشرة. عشان في ناس ما بيبقوش فاهمين النسبة دي جت ازاي؟ قسمت 3.5 على 2.5. مش كل الناس 3.5 يا جماعة، في 3.7 من عشرة، في 3.8 من عشرة، صح؟ في ناس أربعة. فلقوا المتوسط كام؟ 1.2 لواحد وستة. في ناس كانوا يقولوها ناقص. كان يجي يقول لي ايه ده ناقص؟ هي واحد الى 1.6. يخرب بيت كده. فدي هي يعني ده هيفضل يحط نقطتين هي هي 1.2 زي الليفر ديزيز زي ما قلنا الايه الليفر هي المصنع هيباتايتس
او ليبر سيل روزز. شفت الكلمه دي سيل روزز بتاعها ايه يعني مش عارف اللي هي التليف كتليف او رينال ديزيز او انفكشن ميكروب يعني يقلل طلب جدا كتير في الليبر ديزيز على طول يروح الدكتور طالب منه توتال بلازما بروتين ايه كل البلازما بروتين وايه الايجي ريشيو فجايد اللي هي اللي فيه مشكله في الليبر او جايد اللي هي اللي فيه يعني الايجي ريشيو وتركيز البروتين ده يعتبر من وظائف الكبد يعني التحليل بتاع وظائف الكبد يقول لك ده مطلوب لي وظائف الكبد هتبص التحليل وظائف الكبد كده اللي انت حاطه بتاع سنه اولى هتلاقي البلازما بروتين مطلوبه لازم في وظائف الكبد او الايجي والايجي تمام؟ في حاجة مش واضحة؟ لا تمام. دي بقى المهم بقى. فانكشن. طبعا سؤال تحليل بس والليفر ايجي طبعا ممكن تجي لك حالة كنت بجيبها بعد حالة. في كيسز يعني تتدرب عليها ان شاء الله في العمل. معايا يقول لك واحد كذا الايجي ريشو بقت ساعته بقت كذا. يعني تشخص بقى عشان انا لسه قايلها لك بشخص مريض الكبد من تحليل الكبد اللي هي انت لسه ما خدتهاش، طب ايه اللي انت خدته؟ بلازما بروتين وايجي ريشو. فانكشن بلازما بروتين طبعا سؤال تحليلي مهم جدا عشان حتى دي السنه اللي فاتت او في الاولى فانكشن بلازما يقول لك ايه هما قول الفانكشن بتاعتي اتفقنا فانكشن الوظائف اللي لسه مش لاقي الكلام فانكشن يعني كل ده نجمع نقول العناوين وبعدين نشرح واحده واحده اظبط الفانكشن وصعبه جدا في شرحها مش صعبه عشان انت لسه حاجات ما خدتهاش فانا هشرح لك حته مش عليا يعني اظبط الفانكشن بفر فانكشن بفر قول كلمة كلمة وبعدين خدت بفر يعني ايه؟ بايو حلو قوي ديفينس فانكشن احنا بنقول عن الميسم اوزموتك وبفر كل البلازما بروتين ذات الالبومين هيوصل اوزموتك هنتكلم عنه دلوقتي بفر مصدر ديفينس كلوتين اكيد في انواع البلازما بروتين هتكون كلوتين كل ده هيتكلم كمان شويه بسكوتي بسكوتي يعني بيزوكا شايف الدم لازم ازاي الدم كثافته زي الميه ولا اتقل؟ طب هو اتقل ليه؟ عشان ده بمناسبه يعني دي حاجات يعني من ضمنها كده هنتكلم عن كابيلاري ديزابيلتي كده ترانسبورت اند كونسبت ترانسبورت يعني ايه؟ كونسرفيشن يعني بيحافظ على الامبورتنت ايه؟ بنقول عناوين لسه ما شرحناش حاجه. سورس اوف امينو اسيد. ده مصدر للامينو اسيد التاني. لسه ما شرحناش حاجه، احنا بنقول عناوين. اوزموتيك وبفر. اوزموتيك وبفر. وديفنسيف وكلوتيك وفي الاخر برضه مش النهارده المره الجايه هقول لك ازاي تحفظهم يعني. نفهم في الاول وبعد كده لما نفهم المواضيع نشوف هنحفظهم ازاي. يبقى اوزموتيك بفر ديفنسيف كلوبين فيسكوستي كابيلاري بيرميابيلتي كابيلاري الجمله كابيلاري ديفنسيف ترانسبورت اند كونسرفيشن اوف امبورتنت ايليمنت سورس اوف امينو اسيد رفع الصوت هبتدي نشرح اول فصل هنشرح واحده واحده ايه هي بقى حكايه ايه هي بقى حكايه الاوزموتيك فانكشن تمام هشرح لك بقى على الصفوره ايه موضوع الاوزموتيك فانكشن عارف الديفيوجن او اوزموزيس هنا قليل كده هي
بيشنت ولو كان صح؟ واسمي ده ايه؟ دي يو شنت. طيب يبقى ده من الايه فاصل مادتين. لو بس صرف بما انك ايه هو زي ما قلت لك مش عليا ما هتاخد التفصيل في الحاجات الثانيه في الفيسيولوجي في البرودكشن مع دكتور هدى وهتاخده في الفاي كيمستري برضه شويه. بس انا ايه مقدمه عشان البلازما. الميه موجوده فين؟ جبت الاحمر وقلت لك الميه ايه؟ هي الحوضه. اكيد هتبقى هنا اقل صح؟ المكان ده قد ده يبقى هنا مولوكيول كتيره زرقاء وقليله هنا زرقاء يبقى هنا احمر كتير وهنا احمر قليل. صح؟ ايه الاحمر ده؟ ده الوتر. الوتر يتحرك من هنا فين يا جماعه؟ الكبير الفاضي. المادة اللي دايما بيسموها سوليد، سمعت الكلمة دي سوليد؟ لما تتحرك هسميها ديفيوشن. لكن المية لما تتحرك ديفيوز برضه تتحرك من المكان العالي للمكان الواطي حركة المية هسميها ايه؟ أوزموس. حركة المية هسميها ايه؟ أوزموس. حركة المية هسميها أوزموس. طب ايه بقى هو الأوزموتيك بريشر؟ هتاخده برضه أنا شايفاه عندك في الأوتوردكشن ممكن يكون المرة الجاية مع الدكتورة برضه. ايه هو بقى الأوزموتيك بريشر؟ هو البريشر يعني هو مصطلح دمه تقيل. هو البريشر اللي انا لو عملت له ابلكيشن هنا لو انا جبت هنا بريشر ببامب يعني وقعدت ازود في البريشر لحد ما وقفت حركه الميه اسمي البريشر ده ايه؟ اوزموتيك بريشر. صعبه دي؟ اوزموتيك. يبقى ايه هو الاوزموتيك بريشر؟ البريشر اللي انا ابلاي تو ستوب اوزموس عشان اوقف الاوزموزز او حركه. البريشر دوت بقى يعتمد على ايه؟ هو ده بقى تخصصي اللي انا عايزه اشرحه. البريشر ده الاوزموتيك بريشر يعتمد على ايه؟ يعتمد على الحاجات اللي دايبه، السوليوت اللي دايبه. يبقى الاوزموتيك بريشر بيعتمد على ايه؟ السوليوت اللي دايبه. عددها ولا حجمها؟ حجم الملوكيول ولا عددها؟ عددها، عدد السوليوت، عدد الملوكيول، العدد. واحد 10 هو ده. بقول لك ايه؟ الاوزموتيك بريشر بتاع الليوي يعتمد على ايه؟ المواد اللي دايبه فيها. الاوزموتيك بريشر بتاع اي ليوي يعتمد على المواد اللي دايبه فيها. هشيل الانترودكشن دي بقى خلاص ماليش دعوه بيها وادخل بقى في الايه؟ في البلازما والبلازما بروتين والفيسيولوجي. تمام؟ ده انا هشيل ولا خليها برضه؟ خليها عشان لقيت في مكان في السبوره فممكن اخليها هنا. ايه بقى الاوزموت بريشر؟ يعتمد على بص الاوزموت بريشر اهو على النمبر اوف سوليد عدد الملوكيول اللي داخل. طب البلازما احنا خدنا البلازما المره اللي فاتت البلازما دايب فيها حاجات ولا مش دايب؟ افكرها؟ قلت لك دايب فيها الاورجانيك واورجانيك فيها صوديوم وبوتاسيوم وكلورايد وبايكربونيت وبروتين صح كده؟ طيب عشان في حاجات موجوده في البلازما يبقى البلازما ليها اوزموتيك بريشر. يبقى البلازما ليها ايه؟ اوزموتيك بريشر. الاوزموتيك بريشر بتاع البلازما كام بقى؟ الاوزموتيك بريشر بتاع البلازما 290 ملي اوزموت تساوي 5000 ملي متر مربع. اقول تاني الاوزموتيك بريشر اوف بلازما ده فورس قوة موجودة في البلازما بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على المواد اللي موجودة فيها. ايه المواد اللي موجودة فيها؟ سواء نقول كريستالويد سواء كريستالويد خلاص كريستالويد زي جلوكوز مثلا كاتاين زي الصوديوم والأنايم والصوديوم أنايم خدت الكلام ده زي كلورايد بروتين كولويد بروتين كل الحاجات دي كبتاع صوديوم وبوتاسيوم وجلوكوز وبروتين كل دي عامله اوزموتيك بريشر في البلازما. كم اوزموتيك بريشر في البلازما عامله قوه في البلازما بتاثر على حركه الميه. كم الاوزموتيك بريشر 290 ملي اوزمول او 5000 ملي متر. الرقم ده مهم؟ ايوه يا جماعه مهم. طب ايه ملي اوزمول ولا ملي متر؟ ده اضربه في 17 على فكره يطلع ده. يبقى اتنين وكلمتين مختلفتين زي مثلا المتر والكيلو متر مش عارفه بيضرب ده في 1000 ده في ايه؟ نفس الفصل
40 ملي سمول او 5000 ملي متر. احول ازاي الملي سمول لملي متر مركري؟ بضرب في ايه؟ في 7. يبقى الاسمول الفريشر بتاعي لازم 290 ملي سمول او 5000 ملي متر. فين بقى البروتين؟ طب البروتين مسؤول عن قد ايه بقى من ال 5000 ملي متر مركري؟ يبقى 5000 هنا كله. البروتين مسؤول عن تقريبا 28 ملي متر. يبقى البروتين مسؤول عن 28 ملي متر. هقول تاني، الاوزموتيك بريشر بتاع البلازما 290 ملي اسمول او 5000 ملي متر. 5000 رقم كبير قوي. طب انا بقوله ليه؟ عشان اقول لك البروتين مسؤول عن كام؟ 28 ملي متر مركب منين؟ من بتوع الايه؟ من ال 5000. طب ال 28 ده رقم صغير ولا كبير من 5000؟ صغير. صغير. صغير 28 من 5000 حاجة صغيرة جدا. حاجة صغيرة جدا ولكنها مهمة. شوف هي صغيرة لكنها ايه؟ مهمة. ليه بقى؟ لأن الاسموتيك بريشر اللي هو 28 ملي متر مركب دوت هسميه ايه بقى؟ افكتيف اوزموتيك بريشر. 28 ملي متر مركب دوت هسميه الافكتيف اوزموتيك بريشر. 28 ملي متر مركب يعني ايه بقى؟ دي وقت قياس الاوزموتيك بريشر. ام ام اتش جي معلش ام ام اتش جي ملي متر مركب. اتش جي دي مركب. دي وحدة قياس. سوري انا ما اخدتش بالي تركيبه. ام ام اتش ملي متر مركب. تمام؟ وحدة. يبقى البريشر بتاع البلازما بروتين 28 ملي متر مركب. 28 مهمين؟ ايوه مهمين. ده بيسموه الافكتيف اوزموتيك بريشر. ليه يا جماعه بيسموه الافكتيف اوزموتيك بريشر؟ بص بقى ليه؟ هي دي الحته اللي عايزه اشرحها. تمام؟ لان البروتين حجمها كبير. البروتين عامه حجمه ايه؟ كبير بالنسبه للحاجات الثانيه، الصوديوم والكلورايد والجلوكوز والافلام دي كلها. بما ان حجمه كبير يبقى ماله؟ يبقى قاعد مكانه. يعني بص كده لو جبت ميمبرين، سيل ميمبرين، بس سيل ميمبرين. سيل ميمبرين. او الميمبرين بتاع البلاد بريشر وات ايفر يعني، او الميمبرين بتاع البلاد بريشر. وهنا البروتين اللي هي البلازما بروتين، خلي ده البلاد بريشر. لازم بروتين، بص المربيول بتاعها كده اهو. حجمها كبير. قاعدة جوه البلاد بريشر. طب ايه يعني تأثر عليها في ايه؟ ما دام قاعدة مش هتتحرك. تمام؟ تلاقي هي بتسحب المية ليها، المية عمالة تتحرك كده ليه؟ هي بتجذب المية. رد عليا تقول لي طيب مش ممكن البلازما بروتين زادت في مكان تتنقل بنفسها وتظبط التركيز، يعني تتنقل هنا تركيز قليل. تتنقل من التركيز العالي للتركيز الوطي؟ لا. البلازما بروتين ما تقدرش تتنقل. زادت في مكان تفضل مكانها. ليه يا جماعه؟ عشان حجمها هتجذب الميه، فتبقى عامل مؤثر على ايه؟ حركه الميه. طب اديك مثال تاني عشان ايه؟ تفهم المثال ده، لان حاسه ان انت فاضي. طب ما ندي مثال تاني هيوضح. بص كده في ماده تانيه غير البلازما بروتين. نقول مين؟ زي الصوديوم مثلا؟ خلينا زي ايه؟ الصوديوم. بص الماده زي الصوديوم عملت ايه؟ الصوديوم اهو كتير اهو. زاد هنا يعمل ايه؟ يروح هناك. وانا قليل. يعمل ايه؟ لا الصوديوم بنفسه بيتحرك ويظبط تركيزه. لازم يتحرك من المكان العالي للواطي لحد ما يبقى زي بعض. فتلاقي الصوديوم هنا عالي وهنا واطي يتحرك من العالي للواطي. فبيظبط التركيز. اثر على حركه الميه؟ لا. هو بنفسه اتحرك من التركيز العالي للتركيز الواطي. تعالى بقى البلازما بروتين زادت هنا تتحرك زي ده؟ لا. امال تعمل ايه؟ تشد الميه. مش قادر تتحرك تروح الميه رايحه لك. يبقى اثرت على الاوسموسيس. عشان كده بنسمي البروتين دي هي المسؤولة عن الافكتيف اوزموتيك بريشر. افكتيف افتكرها تاني ايه؟ يعني الاوزموتيك بريشر اللي فعال اللي بيشتغل اللي مسؤول عن الاوزموسيس
اللي بيحرك الميه، اللي بيحرك الايه؟ الميه. طيب البروتين كام؟ الاوزموتيك بريشر بتاعنا 28. 28. القلب المسؤول عن كام؟ 19. القلب من مسؤول عن 19. يعني القلب من هو الاغلبيه اللي مسؤول عن تقولي اشمعنى؟ اكبر حاجة. حد يقدر يقول لي اشمعنى؟ كبير. عشان احنا تركيز. عشان انا قلت لك الاوزموتيك بريشر يعتمد على العدد على التركيز، مش هو ده اعلى تركيز؟ يبقى هو مسؤول عن اغلبيه الاوزموتيك بريشر بتاع البروتين. تمام؟ ليه؟ لانه اعلى تركيز. والنيوكلير ويت بتاعه اقل، بس نسبيا برضه مش هيتحرك. حتى الانيون مع ان النيوكلير ويت بتاعه قليل، بس ما يقدرش يختلط حته التركيز. قاعد قاعد مكانه عمال يشد الميه. عشان كده بيقولنا انه فعال بيأثر على الاسموز، فبنسميه الافكت اوزموتيك. القلب بيعمل اوزموتيك بريشر قد ايه؟ 19 مللي لتر. امال التسعه الباقيين مين المسؤول عنهم؟ انا اورجن. انا اورجن. الهم ايه؟ بقيه البلازما. مش بقيه البلازما بروتين، هقول لك كلمه صغيره بس هناخدها في البرودكشن. 19 الباقي كام؟ 9. مين المسؤول عن التسعه؟ بص بقى مين؟ بص كده الصوديوم. مش الصوديوم، لا مش الصوديوم بالظبط، يعني الصوديوم. الصوديوم مأثر على البروتين، يعني مأثر على البلازما بروتين. في علاقه الصوديوم بالبروتين، علاقه بينهم اسمها دونال بيفيل. دونال بيفيل. مين دونال ده؟ ده اسم واحد. يبقى دونال ده مين؟ ده اسم واحد، ده مش صفه ولا كده. يبقى دونال دوت دونال بيفيل. هقولها لك تاني. في حاجه اسمها الافكتيف اوزموتيك بريشر كام يا جماعه؟ 28 مللي لتر. مين المسؤول عليه؟ البلازما بروتين. اهم واحد في البلازما بروتين مسؤول عنه مين؟ القلب. مسؤول عن كام؟ 19. طب امال التسعه مين المسؤول عنهم؟ بص الجمله اللي مكتوب عنها الصوديوم مع البلازما بروتين. يعني بقيه البلازما بروتين بس مش لوحدهم. نعم صوديوم. والعلاقه اللي بينهم وبين الصوديوم. ايه العلاقه اللي بينهم دي؟ في حاجه اسمها دونال افكت بتفسر العلاقه اللي بينهم وبتاثر على الاسموز. انا شرحت لك دونال افكت، مش هشرحه لك، ده يتاخد في المحاضره مع الدكتور اول، ياخد جزء كبير من المحاضره، مش هضيع محاضره البلاز في الدونال افكت. بس عليا اعرف ان البلازما بروتين مسؤوله عن الافكتيف اوزموتيك بريشر. الافكتيف اوزموتيك بريشر هو كام؟ 8. مش معنى البلازما بروتين افكتيف لان هي مش قادره تتحرك بتجذب فيها الميه، بما انها بتجذب فيها الميه تمام؟ يبقى اثرت على الاوزموز، يبقى هي الافكتيف اوزموتيك بريشر. طب الصوديوم مش افكتيف؟ الكلورايد مش افكتيف؟ لا مش افكتيف. ليه؟ لو زاد في حته هيتحرك بنفسه ويظبط. لكن البروتين قاعده ايه؟ البلازما بروتين قاعده. تمام؟ يبقى الافكتيف اوزموتيك بريشر دوت بتاع بلازما بروتين بيأثر على حركه الميه. من ايه وايه؟ بين البلازما والتيشو، بين السيل والتيشو، بين كل الاماكن اللي فيها اكسنشينج لحركه الميه. اي مكان فيه حركه ميه كده، مين اللي الميه بتتحرك من السيل لبره السيل؟ من البلاند فيسل لبره البلاند فيسل. من التيشو لجوه السيل، كل حاجه رايح جاي وكل حاجه، كل حاجه مسموح بيها. مين اللي بيأثر؟ مين اللي موجود اكتر وهيسحب الميه؟ تمام؟ يبقى انا في حدودي بقول لك ايه؟ اللي مسؤول عن الاوزموتيك بريشر بتاع البلازما حاجات كتير، صوديوم وكلورايد وبروتين وجلوكوز. مين فيهم الافكتيف؟ البلازما بروتين. مين اكتر واحد في البلازما بروتين؟ القلب. اشمعنى؟ على تركيز. اصل الاوزموتيك بريشر يعتمد على عدد الجزيئات. عددها مش حجمها، مش الماس، مش كل ما كبرت يا بلو. لا خالص، على العدد. العدد هو اللي بيكبر. طب ايه دي؟ ده بقول لك الديفيوجن اهي، محتاج صوره للبلازما ميمبرين والووتر عمال ايه؟ يتحرك، صوره للاسموز. ايه ده؟ دي شنط. هتاخدها مع الدكتور اهو بالتفصيل. بلازما ما لهاش لازمه دلوقتي، هتاخدها في الميرز وهتتقلي حاجات كده. طب ده مش موضوع. امال ايه؟ بكلمك عن القلب، ده الكلام اللي انا بقوله. هو اعلى تركيز والمولوكيولار ويت بتاعه قليل، تمام؟ مسؤول عن 19 من ال 28، صح كده؟ 19 من ال 28.
حرارة الدموية. ده هو ده وظيفة الكابيلا اللي بره، كل ده برضه بالتفريغ. المية بتخرج جوه الكابيلا من بره، كل ده هيتاخد. هيقطع على حجم الدم وتشوف كل ده بالتفصيل لسه الشيء دوت هيتاخد التفصيل بقى. تمام؟ فما تسبقش. دي الكابيلاري ودي القلب من قاعد جواها وهو اللي بيسحب الايه؟ المية. تمام؟ القلب من جوه الكابيلاري مالكش دعوه بكلمه هيدروستاتيك بريشر، مش وقتها دلوقتي. القلب من جوه الكابيلاري والكابيلاري ما دام نفاذه برجمه الميه بتطلع. الكابيلاري برضه نفس القصه ومش وقتها. Hold on.